في يمر الشعبين انت قلت عليها اول مره من 10 سنين. ها اهو ده باشا عم ميزان اهو. نعم يا باشا. فين الميزان بتاعك؟ لا الميزان عند الله بالبركه. بص بقى بص الشغل اهو. اه بصوا يا جماعه مساء الفل على قلوبكم اللي ابيض من اللبن. النهارده يا جماعه جايب لكم حلقه هتعجبكم قوي، بالذات الناس الاكيله هتعجبهم اكتر. احنا بنفطر اغرب فطار موجود في مصر، بس فطار حرش قوي، حرش شويتين ثلاثه. اهلا بيكم في حلقه جديده من فتح صدر. فطارنا من هنا اهوت من عند المعلم منا من ايام الزمن الجميل، اتعلمناه بالوراثه من ايام جدودنا، من ايام الحد الكبير ومن ايام والده، من ايام الزمن الجميل. فطار للاسره. النهارده جمعه واحنا هنا من السيده شارع طالون، فكل واحد ليه طقوسات وليه طبيعه. تجمعها الطبليه بيبقى ليها موضوع تاني وليها فكره تانيه. خليها على الله. اهم حته في الطبق يا عم زينو من الناس بتيجي تسالك عن كل حاجه. كل حاجه كل حاجه. الطبق بيبقى عباره عن ايه؟ كل حاجه بالصلاه على النبي. الطبق بيبقى عباره عن ايه؟ لحمه الراس. انا بنزل الجنب كله جبه على جواره دي اللي هو الجنب. هو ده جنب. ده الجنب دوت في اي حته خلقها ربنا بينزلها طلبين. انا بنزله طلب واحد. ده طبق العرسان هو دوت، وعليه المشكل والدوريات الضاني دي. الدوريات الضاني دي الناس بتفتكرها سمين. دي من السمينة. دي حلويات ضاني. دي بتاعت العرسان يعني. ايوه كل ما دي في اجره شعبيه. خلي بالك في ناس تقول لك كان يومين احنا اقدم ناس بتوع السمين في مصر. احنا بقى لنا عندنا 100 سنه. كان جدي وابويا بيسرحوا الطبليه. الطبليه للسمين؟ مين زمان كان بيسرحوا؟ لحم السمين كان لحمه راس. لحمه الراس. لحمه الراس كانت يعني في الوقت ده ما كانش فيهم حل. لا هو كان بيسرح بطبليه. بطبليه. حبيبي يا معلم عاشور يا ابن اخويا. معلم يا بتاع الغرابه. حبيبي يا ابن اخويا. بس عندي معلم زي اغنيتنا. حبيبي يا ابن اخويا. ايه حكايتك مع السيده رفيسه؟ لا دي امي. 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 خلي بالك. ايه حكايتك؟ اقسم لك بالله اقسم لك بالله كل يوم حد لازم تبعت لي ناس. ناس انا مش متوقع ان هي تيجي. مش بقول لك كده عشان تصوير. الناس الغلابه حكايتهم. لا طول عمري لازم اقف جنبيهم. ما انا لو ما وقفتش جنبيهم ربنا مش هيقف جنبي. راعي تتراعى. اللي فيها لله ما بقى. لا 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 دي بتزيد اقسم لك بالله بتزيد. والله بتزيد. ايه؟ كتير. مره كانت الدنيا خربانه معايا. راح جالي واحده على الله. الحكايه يعني وقت عملت لها رغيف. اقسم لك بالله رحت الاسبوع ده كان وشي السعد عليا. عشان بيتها رغيف واحد. كان دعيت لي وهي ماشيه. كان وشي السعد عليا طول الاسبوع. انا شايف ان دي الناس بتيجي عندك بتفطر. حلو. انا بيجي لي انا بصلي الظهر. انت بتقفل قبل ميعاد الغداء اصلا. وانا بقى بقول لك في ناس زعلانه مني بسبب القفلان بدري. انا دي بضاعتي كلها. خلصت ما بحبش بقى ايه اعوق بصراحه. خلصت خلاص. يعني ايه تعوق؟ يعني اجيب حاجه نمره 2 ونمره 3 ونمره 4. ماليش في كده. يعني دي حاجاتي كلها صب. ايوه انا بنزل المذبح الساعه بنزل اصلي الفجر وبنزل. الم بتاعتي واسويها تتغسل وتتوضب واسوي. يا سيدنا في الحياه ايه؟ خليها على الله. واللي مش شاطر في صنعته ما يستاهلش لقمته. بس انت بتقفل قبل ميعاد الغابة. ده بيقول ان الناس هنا عندك بتيجي تفطر. ايوه احنا دلوقتي اهو الصلاه على النبي وصور بتيجي تفطر عندك. ايوه فطار في مصر. ايوه ما هم مسميني ايه؟ ايه؟ بتاع الغلابه. ايه ده؟ دي لحمه راس. حلاوه دي يا عم. بصوا يا جماعه الحلاوه دي لحمه الراس. اللحمه الضاني الفعال هنا. بس انا هدوس جوه. عم ميزان اهو. نعم يا باشا. فين الميزان بتاعك؟ لا الميزان عند الله بالبركه.
مفيش ميزان، الميزان عبد الله بالبركه هنا بالبركه والله سيبها على الله وبالسعي ربنا رضانا برضك. بص بقى بص الشغل اهو. بصوا يا جماعه بص الشغل اهو. ايه ده بقى عاملينهم دي لحمه راس الضاني جنب كامل. دي الجنب ده الشغل اهو. اه ده الشغل يا جماعه ده الشغل. ده الشغل. يلا روح قول لي يا عناد قول لي قول لي قول لي مش كارو يا نار مش فاهم يا قمر. بص ده لازم يجي لي كل يوم ويفضل يشتمني. خد يا معلم خد بص هيشتمني اهو اهو. ايه بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. اول ناس في مصر احنا اللي حمرنا المخ الضاني. كل الناس اللي شفتوها في الحلقه دي ناس جايه تفطر اغرب فطار مطبوخ في مصر وارخص من الفول والطعميه. الله عليك ارخص من الفول والطعميه.